بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنرحب بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات البرمجة. واتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن البيزكس بتاعة البرمجة، وعرفنا ازاي نكتب برنامج سهل وبسيط، وبعد كده اتعلمنا الكنترول ستيتمنتس، واتعلمنا السيلكشن ستيتمنتس والفرق ما بينهم وما بين الريبيتيشن ستيتمنتس. واستكمالا اللي بدأناه ان شاء الله نكمل في المحاضرة دي. بنتمنى ان الناس تكون بتذاكر وبتشتغل عملي. وطبعا اتعلمنا خلال الاسابيع اللي فاتت عدد كبير من المعارف، واتعلمنا ازاي ننشئ برنامج بالسي بلس بلس، واتعلمنا ازاي نشتغل بالسيلكشن ستيتمنتس والريبيتيشن ستيتمنتس، وبدانا نتعامل مع الاري. وقلنا ان الاري طبعا بنستخدمها على اساس ان انا لو عندي مجموعه من الفاريابلز ومن نفس الداتا تايبس، بدل ما اعرف عدد كبير من المتغيرات ابدا اعرف متغير واحد او اسم واحد. وطبعا المتغير بيبقى فيه مجموعه من المتغيرات كلهم لهم نفس الداتا تايب ولهم نفس الاسم، وافرق ما بينهم باستخدام الاندكس او السبسكريبت. تعالوا نراجع كده ونشوف. قلنا الاري طبعا من الحاجات المهمه جدا في البرمجه، وميزتها ان هي بتحتفظ بعدد كبير من المتغيرات في اسم واحد. طبعا بتسهل لي عمليه ان انا استخدم امكانيات لغه البرمجه، بدل ما تعمل ديكلاريشن ل اكس 1 واكس 2 لحد اكس 100 او اكس 1000 او اكس اي رقم. طبعا هنا انا بستخدم الاري، وبحيث ان انا اعمل variables او control variable يعمل لي indexing للelements المختلفة في الاري. ولازم ما تنساش ان هم لهم نفس الداتا تايب، لازم يكون لهم نفس الداتا تايب، وطبعا بيبقى اسم واحد وبشتغل. وقلنا ان الاري هي عبارة عن consecutive group of memory location، يعني مجموعة من الميموري المتجاورة اللي بخزن فيها الاليمنتس او المتغيرات بتاعه الاري، وكل جروب ورا بعض في ترتيب متتالي. طبعا بفرق ما بين اليمنتس والتاني باستخدام البوزيشن اندكس او البوزيشن نمبر. الاليمنت الاولاني، الاليمنت التاني، الاليمنت التالت، وهكذا، بحيث ان انا اقدر افرق ما بينهم. طبعا قلت ان الاري بتوفر لي حاجات كتير جدا، ان انا اقدر اخلي البرنامج بتاعي امور فليكسبل مور افشنسي، واقدر اتحكم في البرنامج من خلال استخدام الاري. وقلنا ان عشان استخدم الاري بستخدم السكوير براكتس، بحط فيها الاندكس بتاع الاري او الدليل بتاع الاري من خلال الرقم 0 1 2 3. وقلنا في السي بلس بلس اول element او first element في الاري له السبسكريبت او الاندكس 0، ونسميه 0 element في الاري. يبقى الاليمنت في الاري او الاندكس بتاعها بيبدا في السي بلس بالاليمنت 0. وقلنا شكل الاري في الميموري، بتعمل ديكلاريشن للاري، تختار الداتا تايب المناسبه وتبدا تحط الاليمنتس المختلفه، وتبدا من الاليمنت 0. يبقى اول element هو الاليمنت 0، يليه الاليمنت 1، يليه الاليمنت 2، الاليمنت 3، 4 لحد اللاست اليمنت او اخر اليمنت في الاري. طبعا ما ننساش ان الاندكس بتاع الاري لازم يكون رقم انتجر، لازم يكون رقم صحيح، لازم يكون رقم صحيح. واقدر اقول ال سي 0 والسي 1 لو اسم الاري سي زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، واقدر اعمل اي اوبريشن، اي ارثمتيك اوبريشن او اي اوبريشن، بحيث في الاخر يديني النتيجه رقم انتجر. يقول لي السي A بلس B. طبعا ال A بلس B لازم نكون عامل لهم ديكلاريشن ومعلم لهم مديهم اسايمنت الفاليو. يعني ممكن اقول ان الاي بخمسة والبي باتنين، يبقى خمسة زائد اتنين بسبعة، يبقى انا هجيب الاليمنت 7، وهكذا. يبقى انا لازم ابقى عارف عملية الاكسبريشن، واقدر احط اي قيمة هنا في الاندكس. يبقى انا هنا اقدر احط، طبعا قلت الديكلاريشن للاراي، بقول الداتا تايب
اللي انا عايزها للاراي، وبختار اسم مناسب للاراي، وبحدد السايز اللي انا عايزه، عدد الاليمنتس اللي انت عايزها في الاراي. يبقى هنا الداتا تايبس واسم الاراي والنمبر اوف اليمنتس. وعشان تكتبه في السي بلس بلس بتكتب الداتا تايب اللي انت عايزها، على سبيل المثال انت، واسم الاراي سي اي اسم تختاره، والنمبر اوف اليمنت هنا 12 اليمنت، وبحط سيمي كولون في الاخر. اقدر اعمل ديكلريشن لاكثر من اري، اقدر اعمل ديكلريشن لاكثر من اري، انت بي و100 و اكس و27 و و زي ما انت عايز. تقدر تعمل ديكلريشن لاي نمبر اوف اليمنتس او ديكلريشن لاي نمبر اوف اري. واتكلمنا عن الكاركتر اري، وقلنا هو زي الكاركتر انتجر او فلوت او ما شابه، بس الفرق هنا ان انا لو هعمل ديكلريشن لجروب اوف سترينج يبقى هحطهم بين دبل كوتيشن طبعا، وانا انساش ان هنا في اللاست element الموجود في الاري اللي هو النال سترينج، ولا فيرست اف او اف اي ار اس تي. ديت اري فيها كم elements؟ فيها 1 2 3 4 5 6 اللي هو النال سترينج، بيبقى اخر واحد. وديت equivalent لدي، يعني لو عملت ديكلاريشن بالشكل ده كل سنجل كاركتر، والسنجل كاركتر بحطه ما بين سنجل كوتيشن، يبقى كده ديت equivalent لدي. لو قلت لك string 1 0 هتقول لي f، string 1 3 هتقول لي 0 1 2 3 يبقى الاس، وهكذا. لو قلت لك الاليمنت الاخير يبقى 0 1 2 3 4 5، الاليمنت string 5 هتقول لي هو النال string اللي هو باك سلاش 0. يبقى النال string لو انا هشتغل بيه declaration لاري اوف كاركتر احطها ما بين دبل كوتيشن، وابقى عارف ان في element في الاخر هنا اللي هو النال string. تعالوا نشوف السورتنج للاري. لو انا عايز اعمل سورتنج لمجموعه من الارقام، لو عايز اعمل سورتنج لمجموعه من الارقام سهل، تعمل سورتنج ازاي؟ في عندي نوعين من السورتنج، ascending و descending. ascending يعني تصاعد من الصغير للكبير، ascending يعني تصاعد من الصغير للكبير. يقول لك ascending sort يبقى من الصغير للكبير، 90 90 3 من 10 91 لحد 98. لو قال لي descending يعني تنازلي من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، يبقى انت لازم تبقى عارف الفرق ما بين descending وascending، ascending وdescending، يبقى انت عارف الفروق ما بين. قلنا اول نوع اللي هو selection sorting، والselection sorted بيعتمد ان انا لازم اخزن العناصر او الارقام اللي انا عايز اعمل لها sorting في array وببدا اتعامل معاه. يبقى انا لو قال لي اعمل سورتنج للارقام التاليه، يبقى انا اول حاجه هعملها اعمل ديكلاريشن للاري فيها عدد العناصر اللي انا هعمل لها سورتنج، وبعد كده بعمل اساينمنت للاليمنت في الاري. بعد كده باخد الالجوريزم بتاع السورتنج واتعامل معاه بحيث ان انا ابدا اشوف هعمل ايه. تعالوا نشوف الخطوات الاساسيه في الالجوريزم. اول خطوه طبعا انا حطيت الاليمنت في الاري، وليكن الاسم الاري عندي ايه، فهبدا اخد الاري كتكنيكس كالاري. طبعا هبدا اخد او ابحث على اصغر اليمنت في الاري، اشوف اصغر واحد فيهم ايه، واعمل له سواب مع الزيرو اليمنت او اول عنصر في الاري. يبقى انا هنا ايه، ادور على اصغر عنصر وبدله مع اول عنصر، اروح اودي ده مكان وده مكان، تمام. بعد كده خلاص، بعد كده هدور من العنصر واحد، اسيب العنصر زيرو خلاص بقى فيه اصغر عنصر، واخد من واحد لحد اخر عنصر فيه، وابدا ادور على اصغر عنصر فيه من واحد لحد، لو هما ان يبقى لحد ان ناقص واحد، واصغر واحد اعمل له سواب مع العنصر اي واحد. نفس الوضع خلاص بقى اي زيرو اي وان هما اصغر عنصرين، اصغر واحد وده اللي بعد. بعد كده ادور على من اتنين لحد ان ناقص واحد على اصغر عنصر، من اصغر عنصر فيه واعمل له تبديل مع اي تو، العنصر اللي صغير ابدله مع اي تو، واستمر في الشغلانة دي لحد ما اوصل لايه، ان ماينس تو. يبقى انا كده ايه عملت سورتنج ايه، اسندنج ولا ديسندنج،
عملت ترتيب تصاعدي السن، يعني رتبت من الصغير للكبير. طب لو قال لي اعمل ديسند، يبقى انت بدل ما كنت بتدور على السمولست هتدور على اللارجست، هتدور على الكبير اللي فيه وتعمل سواب. يبقى لو قال لي اعمل ديستندنج هعكس، بدل السمولست اعمل ايه اللارجست، يبقى ادور على الكبير في العناصر بتاعتي. تعالوا نشوف مثال كده يوضح لنا الصورة. تعالوا لو هو قال لي أنا عايزك تعمل لي ترتيب للعناصر الآتي 6 و4 و8 و10 و1، تمام. يبقى أول حاجة هعملها إيه؟ هعمل ديكليريشن لأري فيها كم إيليمنت، 1 2 3 4 5. يبقى هعمل ديكليريشن لأري فيها 5 إيليمنت. بعد كده هعمل أساينمنت للأري بالإيليمنتس دي، أحط الإيليمنتس دي في الأري، تمام. وليكن الأري هسميها إيه؟ تمام. يبقى الأري إيه فيها الإيليمنتس دي. طيب نفتكر أول خطوة عملناها إيه؟ قال لك دور في الإيليمنتس اللي قدامك دي على أصغر عنصر، وبعد ما تلاقيه بدله مع أول إيليمنتس أو الـ A0. يبقى هتبدله مع الـ A0. تعالوا ندور أصغر عنصر فين؟ أه تمام، هو الإيليمنتس ده. يبقى أنا هعمل سواب ما بين الواحد والست، وأدي الواحد مكان الستة والستة مكان الواحد، تمام. يبقى وأدي الواحد هيبقى زيرو إيليمنت، والستة هيبقى العنصر اللي هو مكان الواحد. يبقى كده بقى إيه؟ بعد الخطوة دي ضمنت إن أول عنصر أو الزيرو إيليمنت هنا هو أصغر عنصر، تمام. الخطوة اللي بعدها هاخد من العنصر رقم 2 لحد آخر عنصر، وأدور أنت أصغر أنت أصغر أصغر أصغر، يبقى تمام ده أصغر عنصر ده أصغر عنصر. يبقى هنا ايه؟ ده أصغر عنصر عندي، تمام. أبدله مع أبدله ولا أسيبه مكان؟ واحد قال لي هنبدل ايه، ما هو أصغر عنصر في مكان، خلاص هسيبه مكان. يبقى هنا هسيب العنصر 4 مكان، تمام. خلاص كده بقت الأرية عندي 1 4 8 10 6. الخطوة اللي بعدها سيب العنصر الأولاني 1 و4، خلاص دول مترتبين ومضمون إن دول أصغر عناصر ومترتبين بالشكل ده، تمام. وأروح على العنصر من 8 لحد 6 أدور على أصغر واحد فيه. أنت أصغر أنت أصغر أصغر عنصر هو الـ6، تمام. يبقى أعمل سواب ما بين الستة والتمانية، أودي الستة مكان التمانية والتمانية مكان الستة، تمام. يبقى هنا هتعمل سواب، الستة هتبقى في المكان ده والتمانية هتبقى في المكان. يبقى الترتيب اللي عندي بعد ما عملت كده 1 4 8. هروح للخطوة اللي بعدها، عندي 1 4 6، تمام. هعمل بقى مقارنة ما بين آخر عنصرين 10 و8، أشوف مين اللي أصغر فيه. هلاقي التمانية أصغر من الـ10، يبقى هعمل سواب للتمانية مكان الـ10 والـ10 مكان التمانية. يبقى الترتيب اللي عندي هتلاقي 1 4 6 8 10. يبقى الترتيب الأخير عملت لهم سورت بالشكل ده، بقوا مترتبين ترتيب تصاعد من 1 4 6 8 10، تمام. يبقى أنت هتقول لي أنا عايز أفكر، أنا فهمتها كده كشغل يدوي، طب أنا هعمل إيه؟ لما تقول لي دور على اصغر عنصر، علشان ادور على اصغر عنصر اعمل ايه؟ اعمل لوب ولا اف ستيتمنت ولا نست لوب ولا هعمل ايه؟ انا عايزك تقعد تفكر كده قبل ما نجيب السلايدز. بعدها ممكن توقف السلايدز وتبدا تشوف، هل انا هعمل هنا لوب؟ انا عايز ادور انت اصغر انت اصغر، طب دي هعملها ازاي؟ هعمل لوب ولا هعمل ايه؟ انا عايزك تفكر. طب هعمل اف ستيتمنت، طب هعمل ازاي؟ طب انا هشتغل ازاي؟ طب ازاي اشاور على العنصر ده؟ لازم تفكر قبل ما نتلاقي السلايدز اللي بعدها. تعال نشوف ازاي نكتب البرنامج. طبعا لو اداني داتا ثابته قال لي رتب الارقام الاتيه، يبقى انا اول حاجه هعمل كرييت للاري بعدد العناصر اللي هو اداها. طيب لو قال لي استقبل من اليوزر 5 أرقام 10 أرقام 20 رقم، يبقى سهل. يبقى أنا هعمل ديكليريشن لأري بالسايز اللي أنا عايزه، وبعد كده أعمل لوب واستقبل الداتا من اليوزر بالإندكس بتاع الأري من 0 لحد السايز ناقص 1،
تمام. فلو جالي في المثال ده وقال لي رتب الأرقام 7 و3 و9 و2 و5، تمام سهل خلاص. يبقى أنا هاجي أشوف الألمنتس واختار الداتا تايب اللي هو قال لي عليها وأشتغل بيها انت واسم الأري أو اسم مناسب للأري، ويا إما تسيب السايز بتاع الأري للكومبايلر يعمل له ديفينيشن، أو لو أنت عارف النمبر أوف ألمنتس هتكتبه هنا. يبقى أنا هنا يعني يسيبها للكومبايلر يحددهم، لو أنا كتبتهم 7 3 9 2 5 فالكومبايلر يرد الخمسة ألمنت ويحجز السايز في الأري لخمسة ألمنتس من نوع انتجر، تمام. وبعرف فاريبل نوع انتجر، تمام. وبعمل ديسبلاي للألمنتس اللي أنا دخلتها 4 انت i، والاي اقل من 5 والاي بتزيد، والفور ما فيهاش بلوك اوف كود، يبقى هينفذ السنجل لاين، يبقى هو هيساوي طبعا بعد ما بعرضهم خلاص. يبقى هو طبع القيم بالوضع بتاعه دول، واجي اشوف بعد ما اطبعهم اعمل سي اوت واند ال، تمام. تعالوا نشوف بقى اللي انا هعمله في البرنامج ده والجزء الاساسي في الشغل بتاعنا. الشغل الاساسي او الجزء بتاعنا ان انا عايز اتتبع العناصر دي عنصر عنصر. قلنا بنشتغل ازاي في السورت عشان لما نيجي نكتب الكود، قلنا باخد العنصر الاولاني ده وابدا ادور على اصغر عنصر في الاليمنتس دي، واصغر عنصر ببدله مع العنصر ده حسب ما يجي أصغر عنصر ببدله مع العنصر اللي هو الأولاني، تمام. يبقى أنا عايز أعمل array وأتتبع العنصر الأولاني ده وأدور في بقية العناصر على أصغر عنصر، العنصر اللي ألاقيه أعمل له swap مع العنصر ده، تمام. طب هنعملها إزاي في C++؟ يبقى أنا هعمل nested loop أو loop جوه loop، وهبدأ أشوف والاندكس بتاع الاري هيختلف. يبقى ايه، هبدا من الاليمنت 0 لحد الاليمنت قبل الاخير، لحد الاليمنت اللي قبل الاخير. يبقى الاوتر لوب هتبقى من هنا لهنا، من الاليمنت 0 للاليمنت اللي قبل الاخير، تمام. طب والانر لوب هتبقى من الاليمنت الثاني لحد الاليمنت الاخير، تمام. وابدا اعمل كومباريسون الاليمنت ده مع اللي جنب، وبعدين الاصغر فيهم اقارنه مع اللي بعد، والاصغر فيهم اقارنه مع اللي بعد، والاصغر فيهم اقارنه مع اللي بعد، تمام. يبقى انا كده ايه، الاوتر لوب هاخد الاليمنت ده وابدا اقارن العنصر ده باللي جنب، ولا في الانر لوب، الانر لوب اللي هتتحرك، العنصر ده يتقارن مع ده، يتقارن مع ده، والاصغر فيهم يتقارن مع اللي بعد، والاصغر فيهم يتقارن مع اللي بعد، اللي الاقيهم اصغر خالص اعمل له سواب مع الاليمنت ده، اعمل له سواب مع الاليمنت ده. خلصت، يبقى انا خرجت من الانر لوب، يبقى انا خرجت من الانر لوب، اخرج على الاوتر لوب، يبقى هاخد من العنصر التالي، والاوتر لوب والانر لوب هتتحرك تبقى تاخد العنصر التالي، وابدا اقار الاليمنت ده مع اللي جنب، ولا في الانر لوب الاصغر فيما اقارنه بده، الأصغر فيهم أقارنه بده، وأصغر عنصر أعمل له سواب مع الإليمنت التاني، وأرجع للأوتر لوب أخد العنصر رقم 3، والإنر لوب هتبقى بدأ من العنصر ده وأبدأ أقار أنت أصغر، الأصغر فيهم أقارنه باللي بعد، والأصغر فيهم أحطه مكان الإليمنت ده، تمام. وبالمثل هنتقل على الاوتر لوب، ده اخر اليمنت في الاوتر لوب، هقارنه باللي بعده لان الانر لوب مش هيبقى فيها الا اليمنتس واحد، اقارنه بيه والاصغر اعمل له سواب مكان التاني. تعالوا نشوفها كده في الكود. يبقى انا ايه، الاوتر لوب هبدا من زيرو للسايز ناقص واحد، يبقى هنا ايه لحد العنصر قبل الاخير في الاري، لو هم 1 2 3 4 5 يبقى انا هاخد من 0 لحد 4، يبقى 0 1 2 3، يبقى الاربع عناصر دول هاخدهم في الاوتر لوب، تمام. الانر لوب هبدا من العنصر التالي للاوتر لوب، يبقى هبدا من العنصر التاني لحد الاخر،
هبدأ من العنصر التاني لحد الآخر، يبقى هبدأ من العنصر التاني لحد الآخر، تمام، يبقى العنصر التاني لحد آخر الأري، تمام. طب هتعمل جوه الأري إيه؟ أنا عايز أعمل كومبارزون، يبقى هتعمل كومبارزون بستخدم فيها إيه؟ إف ستيتمنت، العنصر ده أقارنه باللي جنبه، تمام، الأصغر فيهم أبدأ وأنا في الإنر لوب أقارنه باللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، يبقى أنا هنا إيه؟ ادي الاف ستيتمنت، اف ستيتمنت للداتا بالاوتر لوب اندكس مع الانر لوب اندكس، ولو كونديشن ترو هتنفذ دول اللي هما دول هيعملوا سوابنج ل الاصغر فيه، يحطوا في الاندكس ار اللي هو زيرو، كل ما يلاقي الاندكس اصغر يحطه في الاندكس ار ويحط مكانه الاليمنت اللي بعد وهكذا، تمام. يبقى انت كده هتنك ماشي، كل ما تلاقي عنصر اصغر هتعمل له سواب لحد ما توصل للايه. تعالوا نشوف كده الاري وهنعملها ازاي بحيث نفهمها اكتر. تعالوا، يبقى الاي هتبقى بكام؟ بقت بواحد، والاري كانت بكام؟ حد فاكر؟ اتنين، سبعة، تسعة، تلاتة، خمسة، تمام. واجي هنا الاي هتبقى بكام؟ الاي الجيب اي زائد واحد تبقى باتنين، تمام. وتبدأ تخش هنا في ال داتا، الداتا اوف اي بكام؟ داتا اوف واحد بكام؟ تقول لي بسبعة، تمام. والداتا اوف جي بتسعة، تمام. السبعة اكبر من التسعة تقول لي فولس، تمام. يبقى مش هنفذ ال statements دي، هنخش على الانر لوب تاني، الاي هتبقى بكام؟ الجي بكام؟ بتلاتة، تمام. الجي بقى بتلاتة، الداتا اوف اي بكام؟ لازالت بسبعة زي ما، تمام. ال elements رقم ثلاثة بكام؟ بثلاثة، تمام. السبعة أكبر من الثلاثة يبقى الكونديشن ترو، يبقى السبعة أكبر من الثلاثة كونديشن ترو، تمام. بتعمل إيه؟ سواب، يبقى التام هتساوي سبعة والداتا أوف أي هتساوي، سامع واحد بيقول لي التلاتة ولا غلط؟ تلاتة. والداتا اوف جيب كام؟ بسبعة. يبقى شكل الاري دلوقتي اختلف، يبقى شكل الاري اختلف دلوقتي، شكل الاري اختلف، شكل الاري بقى مختلف، بقى هنا فيه تلاتة وهنا فيه سبعة، تمام. شكل الاري اختلف. نرجع هنا، هتروح للاليمنت رقم أربعة، تمام. قار، هل التلاتة أكبر من الخمسة؟ هتقول لي فولس، يبقى كده خلصنا المرحلة التانية. على نفس النهج هنعمل المرحلتين اللي بعده، نفس النهج هنعمل المرحلتين اللي بعده، ما فيهمش مشكلة. يبقى أنا هنا إيه؟ أقدر أعمل تريسنج ليه ال elements array وابدأ اتتبع التغير لحد ما اوصل ل الترتيب بتاعه. يبقى انت ممكن تمشي مع البرنامج بنفس الكيفية وتتبع العناصر وتاخد القيم بتاعت ال array وتروح للمرحلة اللي بعدها والمرحلة اللي بعدها لحد ما تخلص ال array، بحيث ان انا كده وصلت لمرحلة ال elements. عايز تاخد المرحلة اللي بعدها خد، يبقى دي هتبقى باتنين، الاي باتنين والجي بتلاتة، وتشوف الالمنتس وتتبع الالمنتس بقى باربعة وتتبع الالمنتس، وهيبقى لك المرحلة الاخيرة اللي هي تلاتة واربعة بعد ما تروح للاوتر لوب، تلاتة واربعة وتكتب الالمنتس، وهتلاقي
هتلاقي في الآخر وصلت للسورتنج بتاع الأري. بعد ما تخلص تقدر تعمل ديسبلاي للإليمنتس بعد ما عملت لهم سورتنج، انت اي بتساوي 0 و اي اقل من 5 و سي اوت، طبعا دي سنجل ستيتمنت هينفذ لك الاليمنتس اللي انت عملتها سورتنج، هتلاقي النتيجه 2 3 5 7 9. يبقى ديت شكل الاري بعد ما عملت سورتنج للاليمنتس المختلفه الموجوده في الاري. طبعا الطريقه سهله بس عايزك تفكر ازاي اعمل. انا هنا ببدا اعمل سوابين، باخد الـ elements ده واحجز مكانه وابدأ اعمل comparison للـ elements الموجود، او اعمل search على الاصغر element في الـ array، واصغر element اللي الايه اصغر واحد بعمل له swapping مع رقم واحد. بعد كده باخد العنصر الثاني، ومن العنصر الثاني بدور على اصغر عنصر واعمل له swapping في المكان الثاني، واخد العنصر الثالث لحد الاخر وادور على اصغر عنصر واعمل سواب لأصغر عنصر في المكان الثالث، وهكذا لحد آخر element في الأري. يبقى أنا كده إيه عملت selection sorting. وإنك تبقى فاهم التكنيكس وهي استخدم إيه، يبقى هي ديت القضية إزاي أستغل الإمكانيات الموجودة في لغة البرمجة لعملية السورتنج. تعالوا نشوف النوع الثاني من السورتنج. النوع التاني من السورتنج اللي هو insertion sort. insertion sort اللي هو عملية الإدراج أو الإدخال، إنك لو ماسك مجموعة من ورق اللعب أو ورق الكوتشينة ده وعايز تركبه، إيه اللي بترتبه إزاي؟ بمسك الورق في إيدي وببدأ أجيب الورقة، لو بترتب من الصغر للكبير الواحد والاتنين والتلاتة، فالورقة لو واحد بتيجي تدرجها مكانها وتدخلها في المكان المناسب ليه. بناء بالمثل لو لقيت ورقة تسعة مثلا في مكان مش بتاعها، فبتيجي ما بين التمانية والعشرة وتقوم ايه مدخل الورقة في المكان بتاعها. طب بتحصل ازاي الشغلانة دي؟ تعالوا نشوف مثال بالبرمجة وبعدين نشوف هنكتب الكود ازاي. فلو عندي مثال، ادي العناصر اللي انا عايز ارتبها. طبعا قلنا لو بدك elements يبقى انت بتبدأ تعمل لهم array وتبدأ ترتب بعد كده او تنفذ الالجوريزم او التكنيكس الخاص بالسورت. فالانسرشن سورت بيشتغل بالاتي، فانا هبدا اخد الاليمنتس اللي في الاري وابدا ابتدي من الاليمنت 0 وابدا ابص الاليمنت 0 ده اكبر ولا اصغر من اللي جنبه. لو بترتب تصاعدي يبقى انت بتدور على الصغير، لو صغير فاقوم حاطه قبل الايه الاليمنت اللي انا بصيت عليه 12. طب 12 و11 تقول لي 11 اصغر، واقوم جايب 11 مدخله قبل ال 12 بالمثل. اروح على العنصر التالت 13 مكانه، خلاص يبقى هيتعمل زي ما. بعد كده هروح للاليمنت 5، الاليمنت 5 ده المفترض يبقى فين؟ هتقول لي المفترض يبقى قبل اليمنت 11 لانه اصغر منك، فهقوم جايب الاليمنت ده مدخله مكان او في المكان اللي هو بتاعه الخمسة، واعمل شيفت او اعمل موف للاليمنتس الباقي ارحلها جهة اليمين. تمام. بالمثل اروح للعنصر ستة، العنصر ستة ده مكانه فين؟ هتقول لي مكانه بعد الخمسة او ما بين الخمسة والحداشر، يبقى انا هعمل ادخال للعنصر ستة ما بين خمسة وحداشر، واعمل ايه؟ اعمل شيفت او موف للاليمنتس من 11 ل 13 جهة اليمين. طب لو احنا عايزين نفكر فيها كبرمجة نفكر ازاي؟ هتقول لي انا هعمل اري وهحط فيها العناصر، كويس، وبعدين وبعد كده هعمل لوب خارجي، كويس، وبعدين هعمل حاجة تبص على العناصر وتقارن، كويس. هنعمل لوب تاني ولا لوب واحد؟ لا، هتقول لي ده احنا نحتاج اكتر من لوب عشان ابدا اتحرك على العناصر مرتين وابدا اعمل عمليه الشيفت او الموف وعمليه الانسيرت. تمام. طب ازاي بقى؟ انا عايزك تقعد تفكر كده قبل ما نشوف هنعمل البرنامج ازاي، وتشوف افكارك وتبدا تشوف هنعمل له امبليمنت. تعالوا نشوف بيشتغل ازاي. طبعا بنبدأ بأول رقم، طبعا مفيش حاجة قبله فبنسيبه مكان، بننقل على تاني رقم ونقارنه باللي قبله، لو كان أصغر بننقله قبله.
وهكذا، بنروح على تالت رقم ونقارنه باللي جنبه، لو أصغر خلاص هنبدأ نتحرك، نعمل موفمنت للست نقارنه باللي قبله ونعمل له موفمنت، وهكذا نطلع على الرقم اللي بعد، لو وهكذا شيفت شيفت رايت شيفت رايت، وبعدين ندخل الرقم مكان نفس الوضع تمام، نقارنها باللي قبل نلاقيها مكانها صح، السبعة نقارنها بالتمن نعمل شير، نقارن السبعة بالستة نلاقيها تبقى موجودة هنا عندك كده الاتنين. تعالوا نبص على كده على الكود ونبدأ نبص عليه خطوة خطوة. طبعا انا هاخد القيم اللي عندي واعمل لها صورتي تمام. تعالوا نشوف الجزء اللي لو في حاجة مش واضحة في الجزء اللي هو الاولاني ده قبل ما نروح للمين بروجرام. طبعا IO stream سهلة، using namespace cout using namespace and l سهلة، الانبوت او بوت مانيبيليشن دي اري خاصه بالمانيبيليشن للانبوت او بوت، بتعمل لك المحاذاه بتعمل لك الويدز وهكذا. احنا هنشتغل او هناخد منها سنجل فانكشن اللي هي سيت ويدز. السيت ويدز بتحدد لك عدد الاماكن اللي هتخزن فيها الرقم، وبتحدد اذا كنت هتعمل الاينمنت يمين او شمال، محاذاه رايت او ليفت او سنتر. فهنا السيت ويدز بتحدد الويدز اللي هتخزن فيه الرقم، هتخزنه في خمس خانات، لو الرقم مثلا 11 يبقى هياخد ال 11 لو هو من رايت ويسيب تلات خانات فاضيين جنبه، لو الرقم واحد يبقى هيكتب واحد ويسيب اربع خانات جنبه، لو الرقم مثلا 10,000 يبقى هياخد الاربع ارقام ويسيب خانة جنبه، لو كان اكتر طبعا هياخد السايز بتاعه ومش هيبقى فيه سيت ويدز ليه الرقم اللي انا خدته. انا هنا السيت ويدز او الانبوت انبوت اوت بوت مانيبيليشن كلايبريز بستخدمها على اساس اعمل ضبط او محاذاه للتكست اللي انا بستقبله او بطبعه لليوزر. تعالوا نبص كده على الانت مين، هنا انا هعمل الاري لو هو مديني القيم ثابته زي ما احنا شفناها كده 34 56 14، سواء بقى لي ascending او descending، المثال اللي احنا نمشي عليه نمشي ascending sort، هنمشي ascending sort او order. يبقى انا لو اداني الارقام ماشي، ما اديها ليش ممكن استقبلها من اليوزر مفيش مشكلة. طبعا انا عايز اخزن اي حاجة هعمل لها sorting او هعمل movement يبقى هخزنها في temporary variable واحط فيه lq. طبعا ممكن اطبع القيم اللي هو دخلها لي وباستخدام فور وسنجل او بوت ستمنتس، وهنا سيت ويدز يعني تحجز اربع خانات لكل رقم وهتطبعه، يبقى ايه الارقام هتتبع في اربع خانات، يبقى ايه 34 وخانتين بعده فاضيين، خمسة 56 وخانتين فاضيين، اربعة وجنبها تلات خانات وعشرة وجنبها خانتين فاضيين. تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي هنعمل الجزء بتاع الانسيرشن للسورت لمجموعه عناصر الاري. هنبص كده لو انا عندي ادي الاليمنتس، طبعا ده الاندكس 0 في الاري، فالاندكس 0 ده مش هبدا منه، انا اعتبره سورتد وهبدا من الاليمنتس واحد، وبعد كده هبدا اقارن الاليمنتس ده بالاليمنتس اللي قبله، لو كان اصغر منه هعمل شيفت للاليمنت 0 وادخل ده مكان، بعد كده هاخد الاليمنت الثاني وابدا اقارنه باللي قبله واقارنه باللي قبله وهكذا، اللي هلاقيه اصغر منه هدخله في المكان الاصغر بتاعه وهكذا. تعالوا نشوفها كده، يبقى احنا عايزين هنا ايه اتنين لوب. لوب هاخد الاندكس اللي انا هعمل بيه ولوب هعمل مقارنة وشيفتنج رايت او موف رايت للاليمنتس، يبقى انا ايه عندي اتنين لوب.
اللوب طبعا التانية لازم أعمل ليميتيشن، إن أنا هعمل حد لو وصلت للزيرو يبقى أنا هنا إيه عايز تو لوبس، لوب اللي هاخد العنصر أو المفتاح أو الرقم أو الكي اللي أنا هشتغل بيه وهقارنه باللي قبله حسب ترتيبه، لو ده كان اللي هرتبه يبقى أنا هبص على اللي قبله أكبر أو أصغر حسب نوع الصورة، أقار أكبر أو أصغر أكبر أو أصغر لحد بشوف الرقم اللي أنا هعمل له insert فيه. لو أعمل له insert في المكان ده يبقى هعمل shift right للأرقام وبعد كده هدخل الرقم في المكان اللي أنا فضيته، المكان اللي أنا فضيته للرقم ده هفضيه، يبقى أنا عايز to loops. تعالوا نبص كده ونشوف اللوبس هنعملها ازاي. يبقى انا عايز تو لوبس، هنا هعمل اللوب اللي هشتغل بها الاندكس او الرقم اللي انا هشتغل بيه، فتبقى هبدا من الخانه الاولانيه بحيث ان انا هقارنها باللي قبلها، يبقى انا هبدا بالاندكس نيكست بتساوي واحد ونيكست اللي اقل من الاري سايز لحد اللاست ايليمنت في الاري واقارنه باللي قبله وهكذا. هبدا الرقم اللي هعمل بيه انسرت اللي هعمله ادراج هخزن بحيث ده اللي انا هعمل بيه انسرت او ادخله في المكان بتاعه حسب ما يجي، يعني 4 اقارنها بدي اصغر يبقى الـ4 هتيجي هنا في المكان ده، يبقى انا هعمل شيفت لل 56 وال 34 واعمل انسرت او ادراج للـ4 في المكان بتاعه. فانا هاخد الانسرت اللي هي تبقى الداتا نيكست الرقم الكي او الرقم اللي بدور بيه، وهاخد الاندكس اللي انا هشتغل بيه اللي هو موف ايتم. هتعمل موف قد ايه؟ هتعمل موف قد ايه؟ موف مرة اتنين تلاتة حسب بعد الرقم، يعني 4 هعمل موف 2، 10 هنشوف هنعمل موف قد ايه. تمام، والموف هاخدها معايا واحتفظ بيها بالاندكس بتاعها، يبقى الاندكس بتاعها اللي هو نيكست. اللوب التانية فيها اتنين كونديشن، اللوب التانية فيها اتنين كونديشن. الكونديشن الاولاني ان انا الموف ايتم يبقى على الاقل واحد اكبر من الصفر، هتعمل موف اكبر من الصفر يبقى فيه موفمنت. الكونديشن التاني الموف ايتم ناقص واحد، العنصر السابق للقيمة بتاعت الانسرت دي اكبر من، يكون اكبر من الرقم اللي انت هتعمله عشان تقدم ده، يبقى لازم الانسيرت يكون اقل من اللي قبل. طالما بتعمل ايه ascending sort، تمام، يبقى لازم الرقم السابق للانسيرت يكون ايه اكبر من، يعني ال 34 وال 56 خلاص مش هعمل حاجه. لو 4 و 56 يبقى انا هعمل هنا الكونديشن ده يبقى true، لان ايه الموف ايتم ناقص واحد اللي هو من يمين الشمال اكبر من جنب. لو كان الاثنين كونديشن دي ترو عشان اللينك ما بينهم اند، يبقى ايه هبدا اطبق البادي اوف وايل. البادي اوف وايل فيها ايه اثنين ستيتمنتس، الاثنين ستيتمنتس هتعمل داتا موف ايتم بتساوي اللي قبلها، يعني هتجيب اليمت الشمال توديها في جهه اليمين، يعني هتعمل موف يمت اليمين. الداتا دي هتروح في اللي بعده، يبقى موف ايتم اللي هي دي هتاخد القيمه اللي ايه اللي قبلها، وهنقص الموف ايتم بحيث ان انا كل مره هعمل شيفت شيفت حسب عدد الشيفتس اللي هتعمل. وبعد كده هبدا ارجع للكونديشن لوب واشوفه هل ترو ولا لا، هل موف ايتم لا يزال اكبر من الصفر، هل الموف داتا بعد تغيير الموف داتا دي ناقص واحد لازالت اكبر من الفاليوز اللي انا بشتغل بيها ولا لا. يبقى انا هنا ايه هبص على الموف انسيرت، وبعد كده لو مخلص اللوب دي واعمل الشيفتنج دول هعمل انسيرت للايتم في المكان اللي انا فضيته، المكان اللي انت فضيته عملت شيفت شيفت وفضيت المكان ده، فتقوم الريت قائم الرقم اللي انت كنت شغال بيه ك كي او رقم عايز تدخله هتعمل له انسيرت في المكان اللي انت فضيته. تعالوا نشوفها كده بتوضيح وتتبع
القيم، هنعمل تريسنج للفاليوز ونشوف احنا فهمناها كشغل بايدينا كده فهمنا. تعالوا نشوف، اخد اللوجو اللي هي في اللاين 18 وهجيب قيمه النكست، النكست بواحد تمام، والانسرت فاليو، الانسرت فاليو بتساوي الداتا اوف واحد، داتا اوف واحد خلاص اللي هي 56 تمام. وهبدا اشوف الموف ايتم، موف ايتم بتساوي نكست بتساوي واحد تمام. الاري اللي عندي اهي 34 56 14 تمام تمام. اروح للوب الثانيه موف ايتم بواحد اكبر من الصفر ترو، داتا موف ايتم ناقص واحد، موف ايتم بكام بواحد، واحد ناقص واحد بصفر. نشوف الداتا زيرو بكام، داتا زيرو، داتا زيرو باربعة وتلاتين اللي هو ال A زيرو L. هل الكونديشن ترو؟ هل أربعة وتلاتين أكبر من الستة وخمسين؟ هل الأربعة وتلاتين أكبر من الستة وخمسين؟ تقول لي فولس. طيب والكونديشن بأند ترو فولس، يبقى الكونديشن كله فولس، يبقى مش هنفذ البادي اوف واي لوب ده، مش هنفذ البادي اوف واي لوب. طب ايه اللي هيحصل؟ هتاخد الموف ايتم اللي هي بواحد، داتا موف ايتم، وتحط فيها القيمة بتاعتها تاني اللي هي 56، يعني الاري هتناها زي ما هي، الاري في الحالة بتاعتي هتناها زي ما هي 34 56 وهكذا. يبقى انا ايه؟ أول ستيب خدت الإليمنت التاني ككي عشان أشوف إن أنا أحركه وأحرك الإليمنتس ولا لأ، وبعمل له كومبير بالرقم اللي قبل. لو كان أصغر، لو أنت بتعمل ترتيب تصاعدي ف بحركه، ما كانش بسيبه زي ما هو. يبقى أنا هنا إيه؟ عرفت الجزء. تعال ناخد مثال تاني ونكمل نفس المثال. أنا هنا هروح للأوتر لوب، هروح للأوتر لوب، فالنكست هتزيد هتبقى بكام؟ باتنين. هروح على الكونديشن، الاتنين أقل من الأري سايز، الاتنين أقل من الأري سايز، هتقول لي أقل من الأري سايز. هنيجي هنا الانسيرت، هتعمل assignment، الانسيرت بتساوي داتا نكست، داتا نكست بكام؟ هنيجي نشوف داتا نكست، داتا نكست هتبقى بأربعة، العنصر رقم اتنين، زيرو واحد اتنين، يبقى ايه؟ أربعة. يبقى الانسيرت بأربعة، الموف ايتم بكام؟ الموف ايتم بيساوي النكت بيساوي اتنين، يبقى الموف ايتم بيساوي اتنين تمام تمام. الأري عندي أربعة وتلاتين ستة وخمسين أربعة تمام. هنروح ل هنعمل موفمنت ولا مش هنعمل موفمنت؟ هنعمل موف لفم اليمين او مش هنعمل؟ هنحرك ونعمل شيفت للاليمنت في اتجاه اليمين عشان نعمل انسيرت للاليمنت لو اصغر من اللي قبله ولا مش هنعمل؟ تعالوا نشوف الاليمنت ده، هنشوف اصغر ولا لا. يبقى الموفمنت باتنين، اكبر من الصفر ترو، وداتا موف ايتم ناقص واحد، داتا موف ايتم ناقص واحد، داتا موف ايتم ناقص واحد بكام؟ يبقى اتنين ناقص واحد، يبقى هجيب الاليمنت الاولاني، الاليمنت الاولاني بستة وخمسين، يبقى الاليمنت الاولاني بستة وخمسين تمام. ستة وخمسين اكبر من الاربعة، هتقول لي ترو، هقول لك تمام. يبقى هنعمل ايه طالما الكونديشن ترو؟ هنعمل داتا موف ايتم، موف ايتم بكام؟ باتنين، بتساوي داتا موف ايتم ناقص واحد، داتا موف ايتم ناقص واحد بستة وخمسين تمام. يبقى هنا الاري بعد ما تعمل الموف ده تبقى 34 56 56 10 تمام. واحد يقول لي الاربعه فين؟ الاربعه احنا مخزناها في تمبير لوكيشن اللي هو اسمه السير، لازلت موجود خلاص. واعمل موف ايتم ناقص ناقص تمام، موف ايتم ناقص ناقص يعني ايه؟ بعمل ديكريمنت للفاريبل موف ايتم ناقص واحد، يبقى الموف ايتم بقت بكام؟ تقول لي بقت بواحد تمام، موف ايتم بقت بواحد تمام. تعال نكمل، وايل موف ايتم اكبر من الصفر، ده البادي اوف وايل لوب، موف ايتم بواحد اكبر من الصفر ترو تمام.
move item بواحد، واحد ناقص واحد بزيرو. move data move item أو data zero كام؟ تقول لي بأربعة وتلاتين. أول element أو الزيرو element بأربعة وتلاتين، هتعمل إيه؟ أكبر من الانسيرت، الانسيرت بأربعة، أربعة وتلاتين أكبر من الأربعة، true. يبقى true، يبقى الاتنين true، واللينك بينهم اند يبقى true، يبقى ننفذ البادي اوف كود. data move item، data move item data واحد، تمام، بتساوي data move item ناقص واحد. يبقى ال first element هيساوي السكند element، يبقى ال elements ده هيساوي اللي قبله. يعني انا عملت شيفت للاليمنت كده، تمام. يبقى ال 34 ديت من داتا موف ايتم بواحد بتساوي اللي قبله، يبقى دي بقت ب 34، تمام. يبقى الاري بعد تنفيذ الخطوه ديت 34 34 56 10، تمام. وبعدين موف ايتم ناقص ناقص هتبقى بقت بزيرو. هنروح فين بعد كده؟ هنروح على الكونديشن بتاع اللول. موف ايتم اكبر من الصفر تقول لي فولس. طب اعمل تشيك على الكونديشن التاني، لا ملوش لازمه، طالما الكونديشن فولس واللينك اند يبقى ايه، مش مستاهله ان انا اعمل تشيك على الكونديشن التاني. يبقى كده هروح لللاين 31. اللاين 31 ده اللي هعمل فيه انسيرت، هعمل فيه ادخال للفاليو اللي انا كنت بقى واخدها كمفتاح، وبدور احطها فين؟ في المكان اللي انا فضيته ده. فهاجي احط موف داتا موف ايتم بكام؟ تمام، انتوا فاكرينها بزيرو، بتساوي الانسيرت اللي هي الاربعه. يبقى الاري بعد تنفيذ الكوماند ده هتبقى اربعه، اربعه وتلاتين، سته وخمسين، عشره، تمام. هروح فين بعد كده؟ هروح على الفور لوب. الفور لوب دي هتبقى بتلاته، تمام. بقت النكست بتلاتة، الكونديشن لازال ترو، تلاتة أقل من الأري سايز. هتقول لي أقل من الأري سايز، لأن الأري سايز لسه السايز بتاعها أربعة، تمام. هنشوف هنعمل إيه، هنلاقي النكست بقت بتلاتة، الأري سايز بقت بأربعة، تمام. يبقى هاجي انفذ الامر 20، الانسيرت بتساوي الداتا اوف نيكس داتا 3 بكام؟ واحد يقول لي كده، ادي الاري 4 34 56، تمام. والاري 3 اللي هي ب 10، يبقى الايه، الانسيرت بتساوي الداتا اوف 3 بتساوي 10، الموفمنت بتساوي النيكس بتساوي 3، تمام. وادي الاري. تعالى نروح بقى للكونديشن اللي نعمل به موفمنت وانسيرت. يقول لك وايل موف ايتم، موف ايتم قلت لي بتلاتة اكبر من الصفر ترو. نروح على الكونديشن التاني، داتا موف ايتم ناقص واحد، داتا موف ايتم بكام؟ ها تلاتة ناقص واحد، يعني هتجيب داتا تو. داتا تو بكام؟ هتساوي ستة وخمسين، هتساوي ستة وخمسين، تمام. أكبر من الانسيرت، الانسيرت ب 10، تمام. يبقى الاثنين كونديشن ترو. ال 56 أكبر من 10، هتعمل شيفت رايت أو هتعمل موف للرايت للأيتم توديه جهة اليمين. يبقى إيه؟ داتا موف أيتم، الموف أيتم بكام؟ كمان بتلاتة، هتساوي الداتا موف أيتم ناقص واحد. يعني إيه الكلام؟ يعني ال 56 هتتحط في الخانة الأخيرة دي. يبقى بقت الأري بالشكل ده، أربعة، أربعة وتلاتين، ستة وخمسين، ستة وخمسين، تمام. هتعمل ديكريمنت للموف أيتم، هتنقص الموف أيتم، بقت بكام؟ بقت باتنين، بقت باتنين، تمام، عشان نخلينا في التريسنج هنا، تمام. بقت باتنين، هروح فين بعد كده؟ خلاص البادي أوف لوب خلص، هروح للإيه؟ الكونديشن بتاع اللوب. وايل الموف ايتم باتنين، هتقول لي ترو برضو، اتنين اكبر من الصفر، تمام. طيب اتنين ناقص واحد، ها تقول لي بقى بواحد. موف ايتم او داتا واحد بكام؟ داتا واحد واربعة وتلاتين، داتا واحد صفر واحد،
صفر واحد 34. تمام، ال34 أكبر من ال10 هتقول لي ترو، يبقى هنفذ البادي اوف لوب، هنفذ الاتنين ستيتمنت دول. هعمل داتا موف ايتم، موف ايتم باتنين هتساوي داتا موف ايتم ناقص واحد. تمام، يبقى القيمة اللي هنا هتساوي القيمة اللي قبلها، يبقى احط ال34 في الخانة دي اللي هي موف ايتم اتنين. يبقى الاري بعد تنفيذ الجزء ده هتبقى 4 34 34 56. تمام، هروح فين؟ هعمل ديكريمنت للموف ايتم، هتبقى بواحد، هتبقى الموف ايتم بواحد. هروح فين بعد كده؟ اللوب خلص، هروح للكونديشن، موف ايتم بواحد اكبر من الصفر ترو. تمام، هروح هنا واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد تقول لي بصفر، يبقى داتا زيرو بكام؟ داتا زيرو باربعة، داتا زيرو باربعة. تمام، طيب يبقى أربعة أكبر من 10 هتقول لي لا فولس، تقول لي الكونديشن فولس، ترو أند فولس هيبقى فولس، يبقى مش هنفذ البلوك أوف كو، مش هنفذ الأوامر دي. هروح لللاين 31، 31 فيه إيه؟ قال لي الموف أيتم بكام؟ بواحد، بتساوي الانسرت، الانسرت بكام؟ ب10. تمام، يبقى الاليمنت الاولاني في الاري هيبقى بيساوي 10، يبقى الاري هتبقى بالشكل ده 4 10 34 56. طب بعد ما انفذ ده اروح فين؟ اللوب الخارجي اهي خلص، هنروح هنا للكونديشن بتاعها النكست، هتبقى ب4، هتبقى ال4 اقل من 4 هتقول لي فولس، هتقول لي ال كونديشن هنا او الكونتينيوشن كونديشن بقى فولس. فهتروح لللاين التالي للاربعه او ال 33 وتنفذ الكوماندز بتاعه. فكده يبقى احنا عملنا سورتنج للاري بطريقه الاسندنج اوردر. طب لو قال لك اعمل ديسندنج، سهله بقى، بدل ما تعمل اكبر من هتبقى اقل من، يبقى هو بس لو قال لك ascending يبقى ادي التغيير الوحيد، اقل من، يبقى بقت العمليه سهله. يبقى انا هنا عملت بالطريقه دي وعرفت ان انا بعمل shift او movement للايتم في اتجاه اليمين، وبعمل insert للمكان او الالمنتس اللي انا واخده وبعمل بيه ترتيب او بحطه في مكانه بطريقه الشيفت، واحد اعمل له ادخال او ادراج في المكان اللي انا فضيته وانا بعمل شيفتي. بعد كده ممكن اعرض الاري بعد ما عملت لها سورتنج، والعمليه سهله، هتستخدم فور لوب وتستخدم سيت ويدز للاليمنت ب4، يبقى العنصر هيتحط وجنبه خانتين فاضيين، العنصر اللي بعده لو رقمين ويبقى جنبه خانتين فاضيين، وهكذا لحد ما اخلص السايد بتاعت الاري. خليتها 4 يبقى 5، السايد بتاعه بقى 5 خانات او 5 ارقام، يحط الارقام من جهه اليمين ويسيب جنبه فاضي من جهه الشمال وهكذا. و الفول لوب هتنفذ اللاين ده وخلاص، وبعد كده هتعرض لي الاري السورتد اري. يبقى انا كده اتعلمت طريقتين، في طرق كتير زي البابلز وطرق تانية ممكن نشوفهم لو احنا عايزين نتعلم طرق للسورتنج تاني. انا هنا ايه اتعلمت طريقتين سهلين اقدر اعمل بيهم سورتنج لي اي نمبر اوف اليمنتس او اي ارقام، بحيث ان انا بحط الارقام في اري وببدا اشتغل مع الاندكس بتاع الاري واعمل ادراج للرقم او سلم. تعالوا نشوف لو عندي مالتي دايمنشن اري ازاي بشتغل معاها وهتعامل معاها. طبعا احنا اتعاملنا سنجل دايمنشن او وان دايمنشن. طب لو عندي 2 3 ان دايمنشن، اي ان دايمنشن مش هتفرق، زي ما كنت تتعامل مع الاري سواء سنجل سايز او دبل او 3 او 4 او ما شابه. طبعا الاري عباره عن مجموعه صفوف واعمده، يبقى الصف الاول ومعايا العمود الاول. ال سي بلس بلس بتبدا من الزيرو، يبقى الفيرست رو زيرو، يبقى الاي اوف زيرو ونسيشن بنحطها في سكوير براكتس، والكولوم برضو بنحطه في سكوير براكتس، يبقى ايه اوف زيرو زيرو، يبقى الصف الاول العمود الاول، العنصر الموجود في الصف الاول العمود الاول. نفس الوضع الاليمنت اللي موجود في الصف الاول العمود الثاني، يبقى ايه اوف زيرو وواحد، وما ننساش ان بنحطهم في السكوير براكتس الاثنين كل واحد على حده في سكوير براكتس.
العنصر اللي موجود في الصف الأول العمود الثاني يبقى 0 و2، العنصر اللي موجود في الصف الأول الثالث وهكذا، العنصر الموجود في الصف الثاني العمود الأولاني يبقى 0 1 2، يبقى ايه 2 و1. العنصر الموجود في الصف الثاني العمود الأول يبقى ايه 2 1 وهكذا. يبقى انا ايه بكتب الاندكس. طب لو 3 هيبقى ايه؟ لو اسم الاري ايه واقواس مربعه، واكتب الرقم واقواس مربعه واقواس مربعه، واكتب الدايمنشن الثالث وهكذا. يبقى انا ايه حسب الدايمنشن اللي عايزه. لو 3 دايمنشن والاري كان اسمها ايه، يبقى تكتب سكوير براكتس جنبه سكوير براكتس تاني جنبه سكوير براكتس تالت، وتكتب الاندكس اللي انت عايزه سواء كان 1 2 3 وهكذا. يبقى ايه الصف الاول العمود الثاني البعد الثالث رقم 3. يبقى انا هنا ايه الثلاث ابعاد. لو 4 هتكتب ايه كمان دايمنشن وتكتب فيه الاندكس بتاعه. يبقى انا ايه اقدر اعمل اري باي سايز انا عايزه. مثال هنا للمالتي دايمنشن، لو انا هعمل لي اري واسميها بي والدايمنشن بتاعها 2 و2، يعني فيها صفين وعمودين 2، والاندكس بتاعها هيبقى هنا 0 1، وهنا الاندكس بتاعها هيبقى 0 1. عايز تعمل لها initialization على طول او تديها الفاليوز بتاعتها، بتحط البريس وبتكتب الارقام. لو عايز الصف الاولاني يبقى 1 و2، والصف الثاني هيبقى 3 و4. يبقى ده الاليمنت 0 0، وده الاليمنت 0 1، وده الاليمنت 1 0، وده الاليمنت 1 1. يبقى انت كده كده لو ما حطيتش البريسز ده الكومبايلر بيعمل عمليه الاساينمنت على طول. يبقى ده الصف الاولاني اول عنصرين، العنصرين التانيين الصف التاني. لو الدايمنشن كان اكبر بياخد العدد اللي هو عايزه للسايز. لو دي 1 4 فيقول اللي هو ده الصف الاولاني. لو غيرت الدايمنشن وبياخد السايز اللي عايزه يبقى الصف الاولاني يخلصه وبعدين ياخد الاليمنتس بتاعت الصف التاني. لو عايز تعملهم بالشكل ده بحيث واضحين مفيش مشكله. تعال ناخد مثال بسيط كده ونشوف هنعرف نفكر بعد ما اتعلمنا الاري. بيقول لك رايت سي بلس بلس بروجرام تو ستور تمبريتشر اوف تو ديفرنت سيتيز فور ويك اند سبليت. يعني ايه الكلام ده؟ برنامج بيقول لك اكتب درجات الحراره وخزنها لمدينتين مختلفتين لمده اسبوع وبعد كده عرضه. طالما قال لي اكتب درجات حرارة المدينتين يبقى انا عايز استخدم array ب 2 dimension. يبقى هستخدم array فيها 2 dimension. تمام، array فيها 2 dimension. الدايمنشن الاولاني هيبقى 2، والدايمنشن الثاني عدد الايام في الاسبوع. عدد الايام في الاسبوع كام؟ كويس 7. يبقى الاري اللي هنستخدمها هتبقى 2 في 7، والاندكس بتاع المدينة الأولانية هيبقى 0 والمدينة التانية 1، وأيام الأسبوع هتبقى من 0 لحد 6. يبقى إيه؟ أيام الأسبوع هتبقى من 0 لـ6. تمام، والاسم اللي هختاره للأري زي ما أنت عايز. عايز تسميه تمبريتشر، عايز تسميه تي، زي ما أنت عايز. يبقى أنت هنا إيه؟ أول حاجة أنا عرفت إن أنا هعمل أري فيها 2 دايمنشن. طب عشان أعمل أكسسنج ليه الاري عايز تو لوبس، عايز تو لوب. لوب تعمل اكسسنج للمدينة، المدينة الاولى والمدينة التانية، يبقى فيه لوب هتاخد من 0 لحد 1، وفي لوب تانية هتاخد التمبريتشر بتاعت اليوم في الاسبوع وهتاخد الرينج بتاعها من 0 لـ6. يبقى انا هعمل اري هبدأ أستقبل الداتا من اليوزر. أقول له يوزر دخل درجة الحرارة للمدينة الأولى، وبعدين أخش في الانر لوب اليوم الأول الثاني الثالث لحد اليوم السابع. بعد ما أخلص الانر لوب هخرج على الاوتر لوب وأقول له دخل درجة الحرارة للمدينة الثانية
واقول له اليوم الاول الثاني الثالث الرابع لحد ست، خلصت الانر لوب والاوتر لوب خلاص هعمل ديسبلاي، هعمل تاني فور لوب تاني وابدا اقول له فور للمدينه الاولانيه من زيرو لواحد، واخد المدينه الاولانيه واعرض له الايام من زيرو لست. طبعا البرنامج سهل اهو، بص عليه. يبقى انا هنا ادي المين بروجرام، ممكن تعمل كونستانت للفاريابلز او تسيبهم او تكتبهم كارقام اللي يعجبك. وهعمل انت تمبريتشر سيت از ويكس، يبقى ده هتبقى 2 7، وهاجي اقول له انتر اول تمبريتشر فور ويكس فور فيرست سيتي وبعدين انزل ذا سكند سيتي، وهروح على الاوتر لوب وابدا اقول له فور الاي بزيرو لحد السيتيز، يعني اقل من 2 يعني هتبقى تاخد 0 و1. اخش على الانر لوب اقول له فور جي من زيرو لويك اللي هي ب7 يعني من 0 ل6، واقول له سيتي اوف اي 1 المدينه الاولى لان 0 زائد 1، وبعدين والدي هيبقى داي 1 وداي 2 لحد زي 7 لان عامل بلس 1، وهبدا استقبل التمبريتشر سي ان تمبريتشر اي وجي، يبقى السيتي 0 والدي او الجي هتاخد من 0 لحد 6. خلصت الانر لوب، هخرج من الانر لوب دي وارجع للاوتر لوب، الاي هتبقى ب1 واجي هنا هتبقى الاي ب1 ودي هتاخد من 0 ل6. يبقى انا هنا ايه خدت الارقام المختلفه، خلاص استقبلتهم من اليوزر. قال لي بعد ما تخزنهم، انا خزنتهم كده في اري، بعد ما اخزنهم اعمل ديسبلاي. اروح برضو تو فور لوب اوتر لوب وانر لوب، والاوتر لوب بعمل بقى اكسسنج للسيتس، والانر لوب بعمل لها للدي اوف ويك، وبعمل لها ديسبلاي وبعرض الداتا تمبريتشر اوف اي وجي وبعرض. ممكن تعمل الدي الاول، ممكن تعمل الدي الاول، ممكن تعمل السيتي الثاني، مفيش مشكله. يبقى انا هنا ايه العمليه سهله وبسيطه بالنسبه لي. بعد ما تعمل تكتب الكود وتعمل له كومبايلنج ولينكينج، خلاص بقى الكود معايا موجود اهو، وعملت له ديسبلاي، استقبلت الداتا من اليوزر وبعدين عملت لها ديسبلاي كجزء ثاني. انا هنا عملت له. طيب سؤال تاني على الاري، write C++ program to find transpose of matrix order m of n، يعني ايه matrix order m of n؟ يبقى انا عندي الاري اللي انا عايزها او الماتريك الاوردر بتاعها m و n. طبعا احنا ايه ما نعرفش نعمل m و n دلوقتي، فاحنا نفترض ان اليوزر هيدخل اقصى حاجة الري 5 في 5 او 10 في 5 او 5 في 10، تمام. فانا ما اعرفش اعملها دايناميك دلوقتي، فانا هعملها ستاتيك، هعملها ستاتيك. فانا هاجي اقول، هاجي اعمل ديكلاريشن للري بسايز كبير اكبر من المتوقع ان اليوزر يستخدمه، واقول له ان انا هعمل الري 10 في 10 مثلا او 20 في 20، الرقم اللي انا متوقع ان اليوزر ما يعملوش. وبعد كده اطلب من اليوزر واقول له دخل الاري او السايز اللي انت عايزه للاري ام وان، وابدا اعمل فيلينج للاري دي. يبقى انا هنا اقدر اعمل الجزء ده. كانت صعبه بالنسبه لنا دلوقتي عشان ان احنا ما نعرفش نشتغل مع دايناميك اري. يبقى لو جالك السؤال هيقول لك ايه array 4 في 3 اي سايز هقوله لك، يبقى انت عارف الاري الاربعة يبقى عدد الصفوف وعدد الاعمدة. قال لك array 7 في 8 يبقى انت عارف عدد الصفوف وعدد الاعمدة بالنسبة لي. طب خلاص سهل، يبقى انا كده ايه عملية الديكلاريشن للاري سهل، واستقبال الاري من اليوزر سهل. اعمل نست فور لوب واستقبل حسب الدايمنشن من 0 لاقل من ام ومن 0 لاقل من ام. طب الترانسبوز اري يعني ايه او ماتريكس ترانسبوز اللي هو المدور، يعني الصفوف تبقى اعمده والاعمده تبقى صفوف، يعني ادي الاري
أما تجيب المدور بتاعها هتبقى بالشكل ده، يبقى الصف الأولاني هيبقى عمود، الصف التاني، الصف التالت، وهكذا. يبقى أنا إيه بجيب المدور أو الترانسبوز بتاعها. طب نعملها إزاي دي؟ واحد قال لي سهل، أنا هعمل الأري من اليوزر، وبعد كده أما أجي أخزن القيم بتاعة الأري هدور الأري، هاجي أقول الصف الأولاني بدأ من فور للإم، هاجي أكتب وأنا بخزن الأري، هعمل أري أسميها ترانسبوز، وأبدأ أخزن الإن الأول والإم بعدها، وأنا بشغل في النستد فور لوب. يعني بقى تاخد الإليمنت من الأري أي وتدور الإليمنت الأولاني هنا اللي هو 00، أحطه هنا يبقى الإليمنت 00، الإليمنت اللي كان 01 هنا كده بدل ما أحطه أحطه هنا، يبقى هنا أحط الإليمنت ده، الإليمنت اللي كان هنا أقوم حاطه هنا. يبقى أنا إيه عملت ترانسبوز للأريه. وبعد ما أخلص الصف الأولاني في الأريه القديمة هتنقل على الصف التاني، الإليمنت اللي كان في الجزء ده هيتحط هنا في الترانسبوز، والإليمنت اللي بعد والإليمنت اللي بعد، وهكذا. يبقى أنا إيه عملت ترانسبوز أريه. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. يبقى أنا هاجي أقول للراجل لو ما ادانيش السايز هحط الأري زي ما أنا عايز، وأقول له أري اللي أنت هتدخل فيها الداتا بتاعتك، وليكن أنا متخيل إنك مش هتوصل لرقم 10، والترانسبوز بتاعه. وابدا اقول لك دخل الار والسي اللي هو الكولون والرو اللي انت عايز تشتغل عليه، وانا متوقع انك مش هتوصل ل10 او 10. وابدا اعمل نستد فور لوب 2 لوب، واستقبل منك الداتا للاري عشان اعمل فيلنج للاري. انت قلت لي 3 في 3 او 3 في 2 اللي هي السي والار، خلاص هو هيدخل ال 3 في 2 ويبدا يعمل فيلنج للاري. الأرقام اللي أنت دخلتها هيكتبها لك، الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، ويبقى الأرقام الإليمنت الأولاني الثاني وهكذا، الإليمنت الأولاني الثاني، الإليمنت الأولاني الثاني، يبقى 3 صفوف في عمودي. تمام، أنا عايز أجيب الترانسبوز، أجيب الترانسبوز. يبقى أنا وجاي بعمل ديسبلاي ترانسبوز هقلب الصف مكان الرو، بحيث إن أنا هستخدم فور رو، وهبدأ أكتب سي أوت، وأكتب الأري مقلوب، وهبقى أحط كونديشن ده عشان ما زيدش عن النمبر أوف كولوم. تعالوا ناخد كويز كده ونحاول نحله ونشوف احنا اتعلمنا حاجة ولا لأ. فهنقراهم كده ونحاول نحلهم، ولو في مشكلة ممكن نبقى نناقشها.